الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الأحبة، لأن الزواج آية من آيات الله وهو ركن من أركان الحياة، فلقد سطره المولى جل جلاله بآية قرآنية عظيمة تتلى إلى قيام الساعة، قوله جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولأن بالزواج أيضا، بالزواج تقوية وتعزيزا لتقوى الله سبحانه وتعالى، فلقد قال الله جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكذلك جاء التوجيه النبوي على لسان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله في سنته العطرة المطهرة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونحن أيها الأحبة، أيها الأفاضل، انطلاقا من هذه الأوامر الربانية والتوجيهات والإرشادات النبوية، جاءت هذه الجاهة الكريمة من عموم أهالي سلواد، وعلى رأسها العريس محمد ابن المرحوم صالح شكاف وأعماله وأخواله وأقاربه ومحبيه والضيوف الكرام. جئنا إلى هذا البيت العامر قاصدين بذلك السيد عمر أبو سفيان وإخوانه وأقاربه ومحبيه، طالبين يد كريمتكم سلاف إلى ابننا الشاب الأديب الأريب محمد، وذلك على شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تكرمتم نسمع الإجابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وباسمي وباسم أبناء عمومتي من أهل إسماعيل وأهل الدروية خاصة وأبو سفيان بالذات وإخوانه، نقول لكم أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وعلى هذه الإيانية التوفيق والقبول إن شاء الله. الفاتحة. Thank you.